Hi everyone, I'm Nancy and welcome back to Let's Practice English channel. كتير من الأحيان بس حدا يسألنا How are you؟ بنجاوب I'm fine من دون ما نفكر بالجواب حتى لو نحن كنا منيح أو ما كنا منيح ومع الأشخاص اللي بنعرفهم مع الأشخاص اللي ما بنعرفهم الأشخاص القريبين منا الأشخاص مش القريبين منا دائما ممكن يكون عنا نفس الجواب بهذا الفيديو رح نكون عم نتعلم بعض البدائل اللي I'm fine اللي نقدر نستخدمهم حسب السيتويشن اللي نحن موجودين فيها وحسب الأشخاص اللي نحن موجودين معهم. قبل ما نبلش إذا بعدكم مش مشتركين بالقناة ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا جرس الإشعارات ليضل عم يوصلكم كل فيديو جديد عم ننزله. أول شيء بدي أوضح شغلة هي إذا استخدمنا نحن I'm fine أكيد 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 منا خطأ لأنه نحن أصلاً معلمين من أيام المدرسة إنه بس حدا يسألنا How are you منقول له I'm fine رح أعطيكم بعض الـ answers to use with acquaintances and with strangers بمعنى مع الأشخاص اللي نحن ما بنعرفهم أو الأشخاص الغرب علينا كيف ممكن نجاوب ممكن أنا أكون عم بتسوق بشي محل أو ممكن عم بشتري غراض من السوبر ماركت وأجي بدي أدفع الصندوق ممكن الكاشير يقول لي How are you؟ يعني هي من باب الترحيب فيي هو الكاشير أكيد مش ناطر أني أنا نق عليه ممكن أنه أقول له أوف يا الله شو علي دفعات او يا الله شو بدي ادفع لك هلا او اوف يمكن بدي اروح جيب ولادي من المدرسه او شو عندي شغل اكيد 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 ما لنا شغلته يسمعنا وانا شغلنا ما لنا شغلتنا ايضا نحن نخبره فينا نكتفي بجواب not bad not bad not bad بمعنى مش سيء يعني انا اعطيته جواب positive neutral يعني حيادي ما اعرف اذا انا منيحه او مش منيحه اذا انا مش سيئه او انا جيده الى اخره اعطيته جواب حيادي not bad وممكن نحن نكون طالعين ايضا على بيتنا وبالمصعد نلاقي جيراننا او حدا من البنايه ممكن ايضا نقول له how are you ايضا بنقول له not bad لانه اكيد مش ناطر منا ايضا نخبره قصه حياتنا بالمصعد وايضا لازم نعرف انه في بلدان يلي هي اصلا بتتكلم اللغه الانجليزيه كلغه اساسيه عندهم ال how are you مثل hello يعني بس حدا يقول لنا how are you مثل انه كانه عم يلقي التحيه علينا ما بيكون ناطر اصلا جواب منا بالاضافه فينا نبدل I'm fine be alright 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 بمعنى I'm fine وممكن نحن ايضا نستخدم good good هلا في اشخاص ممكن تقول انه good هي grammatically incorrect لانه نحن when we are talking about actions we use adverbs instead of adjectives ولكن نحن هون بهالحاله نحن بنكون عم نقول I am good يعني انا جيده so grammatically this is correct لكن بعد اذا بدكم البدائل اللي نحن ممكن نبدلها ب I'm fine فينا نقول مع الاشخاص اللي ما بنعرفهم alright good not bad ننتقل هلا لنتعرف على البدائل اللي نحن ممكن نستخدمهم مع اشخاص قريبين منا ممكن يكون فرد من افراد عائلتنا رفقاتنا حدا بيعز علينا شو بنقول له اذا قلنا how are you هون نحن فينا ناخذ راحتنا مع هذا الشخص لانه هو قريب منا وبيكون اكيد حابب يعرف نحن عن جد نحن اذا منيح او مش منيح يعني فينا نفوت in details مع هذا الشخص في جاوب I'm exhausted I'm exhausted بمعنى انا كتير تعبان I'm exhausted في ايضا جاوب I've been better بمعنى انه اللي بالعاده يكون احسن يعني انا هون عم خبره للشخص انه عن جد انا شو حاسة لانه هذا الشخص اكيد بيكون بهمه انا شو كون حاسة اذا انا منيحة او لا وايضا في يقول never been better بمعنى انه انا على افضل حال يعني ما قطع علي فتره كنت منيحه قد ما انا هلا never been better وايضا في يقول لشخص I'm great how are you بمعنى انا رائع او انا كتير منيح انت كيفك لكن مع الاشخاص القريبين منا اكيد فينا نفوت in details ونخبرهم انه نحن عن جد كيف نحن اذا نحن تعبانين نحن مبسوطين نحن على افضل حال اذا نحن ممكن نكون باسوأ حالاتنا الى اخره مع هول الاشخاص فينا نفوت in details لكن مع الاشخاص القريبين منا فينا نقول
I'm exhausted. I've been better. Never been better. I'm great. How are you? ومع هول البدء اللي منكون وصلنا لختام هيدا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله تكونوا قدرتوا تستفيدوا منه. اذا عجبكم مثل العادة ما تنسوا تعملوا لايك، تتركوا ارائكم بالتعليق بالاضافة الى ارائكم، ما تنسوا ايضا تكتبوا لنا انتو هلأ عن جد كيفكم، اعتبرونا اشخاص قريبين منكم واكتبوا لنا انتو عن جد شو حاسين او كيفكم. وايضا اذا بعدكم مش مشتركين بالقناة ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا جرس الاشعارات ليضل عم بيصلكم كل فيديو جديد عم ننزله. انا بلاقيكم بالفيديو القادم. باي.